لأنهم مشاعر الحق، وتقديرا لتضحياتهم الجليلة تم تكريم عدد من أسر الشهداء في مدينة القامشلي بحضور اللواء جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة والمهندس سليمان ناصر أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي واللواء فايز حسن قائد الشرطة وأعضاء قيادة الفرع وعدد من المواطنين ومدراء الدوائر الرسمية. عندما نكرم ذوي الشهداء نكرم جيشنا العربي السوري، وعندما نكرم الجيش نكرم الوطن، وعندما نكرم الوطن هذا يعني أننا مصممون على قتال الإرهابيين حتى النصر بإذن الله. أبناء سوريا اللي قدموا دماء ذكية لتراب وطننا الغالي سوريا، وهالدماء الغنية والغالية علينا خلتنا نعيش وتعيش سوريا، لأن لولا الشهيد لما كان حياة على هالأرض اللي عم نعيشها. الشهداء هم اللي كرمونا، مو احنا اللي نكرم الشهداء، ولكن في هذه المحافظة الحسكة، محافظة المحبة والسلام، محافظة النور، محافظة الأخاء، نعتز بهذه الحركة وبغاد هذه الحركة وبنساهم بهذا اليوم العظيم في تكريم أسر الشهداء الله يرحمهم. والشهداء هم الذين يكرموننا، وكل إنسان يقدم دمه دفاعا عن أرض سوريا هو نعتبره شهيد. اللهم من كرم الشهداء قبل أن نكرمهم ووعدهم بالحياة الدائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيضا كرمهم ووعدهم بمقامات عالية، ونحن أيضا وفي مجتمعنا وفي بلدنا قائدنا العظيم الذي احتضن أبناء الشهداء وكرمهم أيضا، ويكفينا فخرا أننا نكرم من السماء ومن الأرض ومن الأنبياء ومن الرسل. عظيمة هي الشهادة رغم مرارة الفقدان، والسوريون يوقنون بواجب تلبية نداء الوطن. تشهد مرتفع راسي بشهادته دفاعا للوطن، دمنا ودم عيالنا دفاعا للوطن. استشهد ابني فدوى للوطن والقائد الوطن، وروحنا ودمانا فدوى للوطن والقائد الوطن، مفتخرين بهالشهادة. من أجسادهم الطاهرة صنعوا جسورا للعبور إلى بر الأمان وساحات النصر، فلهم تنحني الهامات شهداء سوريا الأبرار.